طيب هل الافضل يبقى في بيم ستاندرد الباقي كلها وكل الشركات ماشيه عليها، ولا كل شركه تعمل لنفسها ستاندرد خاص بيها؟ لا طبعا الافضل انه يكون في ستاندرد واحد، ولكن للبلد اللي يكون عنده ستاندرد واحد لازم يكون عنده نوع من النضوج، فلازم يمرق بفتره يكون في عدد كبير من الجايدز وعدد كبير من الستاندرد، ووقتها يوصل لفتره نضوج بالمستقبل بيعرفوا انه لا لازم يكون في واحد. يعني الجواب هو لازم يكون في واحد، ولكن مش الناس تقتنع بهذا الشيء من الأول. تمام. يعني كل شركة تحاول تعمل حاجة خاصة بيها، الأفضل إذا يعني بتسألني رأيي رأي حضرتك. أوكي، رأيي هو إنه المانديت لازم يكون عامي، يعني لازم يكون في مانديت عامي جاي من الدولة، مش بالأشياء الصغيرة، يعني ما بتحدد كيف بتسلم المشروع، ولكن بتحدد الأوتكم أو الديليفربل، يعني شو اللي لازم يتسلم بالاخير. ممكن تحدد البرفورمانس ماتريكس تبع هذا المشروع او تبع الموديل، ولكن ما بتتدخل بكيف بينعمل الموديل، يعني شو التفاصيل. وبعدين الاندستري، مش الشركات، الاندستري اسوسيشنز، مثلا جمعيه المهندسين، جمعيه الميكانيكال انجينيرز، وات ايفر، عندهم دور انه يوعوا الممبرز تعولهم ويطوروا جايدز ترشد الشركات ضمن اللي هن ممبرز عندهم كيف هاو تو ميت ذا مانديت، يعني بيطوروا جايدز فيهم تفاصيل اكثر من المانديت اللي جاي من فوق. وبكل شركه ضمنها لازم يكون عندها بروتوكولز، مش ستاندرد، بروتوكولز لتقدر كل شخص ضمن هالشركه يعمل المودلز بطريقه نفسها، مثل اللي قاعد حد منه، مثل اللي بغير فرع. فموضوع الجايد اذا بدك فيك تقسمه 3 اجزاء، الدولة عندها دور، الاسوسيشنز عندهم دور، والشركات عندهم دور.